ينضم إلينا من القاهرة مراسل الغد محمد الحمراوي. أهلا بك محمد. في اليوم الثالث والأخير للحوار الليبي بالقاهرة حول المسار الدستوري، هل حققت هذه المحادثات الأهداف منها؟ ما الذي تحقق في ختام هذه المحادثات في القاهرة؟ يعني لينا رغم التكتم وإبعاد هذه الاجتماعات في يومها الختامي عن وسائل الإعلام، رشحت إلينا بعض التسريبات من تلك الاجتماعات، وبالسؤال لعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي أكدوا لنا هذه المعلومة التي تقول أنه في التوقيت الحالي يتم مناقشة طرح واتجاه جديد في هذه الاجتماعات بشأن تأجيل حسم المسألة الخاصة بالدستور الليبي إلى ما بعد اجتماع الحوار السياسي أو ملتقى الحوار السياسي الليبي المقرر انعقاده في تونس مطلع الشهر المقبل. هذا الأمر وهذا التأجيل يأتي نظرا للخلاف الشديد الموجود في التوقيت الحالي ما بين المشاركين من وفدي مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي على مسودة الدستور بشكلها الحالي. هناك إقرار لمسألة أن يكون هناك دستور للبلاد قبل الانتخابات، وهذا أمر متفق عليه ما بين الأطراف المجتمعة، بينما الاختلاف قائم على مسودة الدستور بشكلها الحالي، وهناك خلاف على هذا الأمر. مجلس النواب الليبي أو المشاركين من مجلس النواب يرون أن هذه المسودة لا تخدم طموحات ولا تلبي طموحات الشعب الليبي، بينما أعضاء مجلس الدولة يقولون أن المسودة بشكلها الحالي يمكن البناء عليها وربما إعادة صياغتها وإعادة العمل على دستور جديد بعد 5 سنوات، ولا يمكن فتح النقاش بشأن المسودة بصيغتها الحالية في هذا التوقيت. ونظرا لهذا الخلاف واستمرار هذا الخلاف رغم سعي مصر لتقريب وجهات النظر، وكذلك أيضا جهود دعمت يعني بعثت الدعم في ليبيا لتقريب وجهات النظر، لكن الاتجاه الآن لتأجيل هذا الأمر لما بعد ملتقى الحوار السياسي الليبي وبعد أن يكون هناك مجلس رئاسي جديد يمكن بعده العمل مرة أخرى على مسألة المسار الدستوري، في سواء تم التصويت على مسودة الدستور بشكلها الحالي أو أن يتم العمل من جديد على تشكيل الهيئة التأسيسية أو تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسودة الدستور في الوقت أقرب وقت بعد تشكيل المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة وليس في التوقيت الحالي نظرا لاستمرار الخلاف ما بين الجانبين حتى هذه اللحظة. الاجتماعات مستمرة حتى مساء اليوم، لن يكون هناك تمديد للاجتماعات وفقا لأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الذين أكدوا أنه لا تمديد لهذه الاجتماعات، وأنه من المقرر في مساء اليوم أن يكون هناك توصيات ختامية يتم رفعها إلى ملتقى المقرر انعقاده مطلع الشهر المقبل في تونس. أشكرك جزيلا محمد الحمراوي مراسل الغد من القاهرة.